لو كنت قائم على لو كنت قائم على هذه المجلة وطلبوا منك شخص يكون ضمن الخمسين صورة مع أحمد راضي؟ قلت لك يعني كتقييم أكو كثير لاعبين برزوا على مستوى العالم يمكن أفضل من هذول الموجودين، ولكن هم يأخذون مقياس كأس العالم. بس تقول لي ميسي ما موجود مع هذولا مثلا، أني أقول لا، ميسي من أفضل اللاعبين اللي يلعب كرة قدم، ولكن قد يكون مو محظوظ في مشاركات. ريد لاعب عراقي يكون مع أحمد راضي، من راح تختار يستحق أن يكون موجود؟ عدنان درجال. عدنان درجال، نعم. تحياتنا الكابتن عدنان درجال.